مساء الهنا من جديد. مساء النور، مساء السرور، مساء كل شيء جميل. يا هلا ويا هلا، اهلا وسهلا ومرحبا ودندن. احييكم من التجزئة الخضراء، ونحن نغادرها الى الملعب البلدي، ملعب سانتا بربرا كما سموه الاسبان. هذا الملعب الذي لم يلقى حظه من التهيئه، انقلبوا للدارجه، يعني الملعب ولا حالته حاله، لابس درباله. ونشوفوا اخوتي ديك الارضيه دابا، هذه سنين، وديك الارضيه من شر ما خلق. هذا الملعب بالو مالو سخط عليه الله ولا مالو؟ الارض ديال المخزن هذه مساحه كبيره تصلح القاعه مغطاه. وصلنا للمحافظه العقاريه، هي الناس اللي ما كيعرفوهاش، هي كاينه في حي الوفاء تجزئه اسماعيل، وملاصقه معها مديريه ديال الاتصالات. حي الوفاء، اما تجزئه اسماعيل جات من لهيه، منهم لله. هذا شارع يسموه في عام 2000 يسموه شارع ميمون بن عسرة، ما عرفتش منين جابوا هذه السميه. هذه الطريق تؤدي الى ساحه مسجد الفتح، قبل ذلك هناك بريد الوفاء الذي يخضعه الى التهيئه هذه الايام. الله يكمل بخير اصلاحات قبل ان نصل الى مسجد الفتح، فتح الله علينا وعليكم. مؤسسه كامبريدج اكاديمي، مسجد الفتح 1996 97، مسجد الوفاء، يعني المسجد الوحيد اللي كاين في حي الوفاء. كاين شي فرح هنا، الله يكمل بخير. هاد العين المباركة هي هنا، الله يجزهم بخير مواليها. كاين هنا شي فرح، الله يكمل بخير. تقاد قيرهم على برا، الله ييسر الأمور يا ربي، تجيبها سمينة يا ربي، تيسر الأمور يا ربي، تكمل عليهم بخيري الدنيا والآخرة. بالرفاء والبنين، وفي كلام آخر بالرفاهية والبنين. ما زلنا في نواحي مسجد الفتح، حي الوفاء. وفاء لكم أيها الأحباب، نحن دائما نتجول بين أحياء المدينة كي نقربكم منها، ديال المساحة الخارجية ديال مسجد الفتح، واحد المركز ديال التنشيط الاجتماعي هنا. اسمع، بغينا من هنا داك الدار اللي وريتكم، الله يكمل بخير. هنا كاين الفرح، هنا اللهم يسر. انا كندعيو معاكم، الله يفرحكم دنيا واخره، الله ييسر الامور. هذا ملعب ديال القرب، ملعب ديال الفولي، ملعب ديال كره القدم، هما جاهزين، خص غير التدشين، غير الانطلاقه وعلى بركه الله. كل من هو عنده فرح الله يفرحه، الله ييسر امره، الله معاه حتى يقود السفينه إلى النجاة. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. تحية الجالية الكريمة، الجالية العظيمة، جالية
ديالنا المملكة المغربية، رعايا صاحب الجلالة بالخارج، تحية لهم من القلب، شكرا لدعمهم، شكرا لاهتمامهم، شكرا لمتابعتهم. إن شاء الله غادي يكون عندنا شي مباشر في عز الليل بحول الله وقوته. قربنا نودع حي وفاء بهذا المشهد، هذه الحديقة الجميلة اللي كتوجد هي هنا، اللي جات ما بين حي الوفاء وعين العطي، هي كتوجد إن شاء الله شوية بشوية، يكون واحد المتنزه جميل هنا إن شاء الله، ارتاحوا فيه وترتاح فيه الأسرة ديالنا، الأسر ديالنا كاملين. ساحة بوحنيني، كافي سكيلازا، مبروك الافتتاح، مبروك الافتتاح، كافي جميلة باقي ما جربناهاش، نجربو إن شاء الله. ريستورون إي كافي، يعني مطعم ومقهى، شارع النرجس، شارع الياسمين، المدخل إلى العرائش، شارع عمر بن عبد العزيز، كافي بونتي فيكيو. الساحة تتجمل وليتها تبقى هكا العام كامل. أسأل الله أن يحفظكم أجمعين، أن ييسر أمركم ويفتح بصيرتكم. هذه هي مقهى الشمس، هاي بومبات إفريقيا، مقهى الشمس ديال عبد الرزاق محتات، الله يحفظه، الله يرعاه، الله يبارك في عمره. ودخلنا المغرب الجديد، كما أسأل الله أن يحفظ واحد السيد البارح خرجنا من الخدمة وداني معاه التطوان، سيراني في تطوان، الله يجازيه بخير، الله يحفظه ويرعاه. هذه الجماعة ديال العريش، شكي مخطرة، مدورة بالقصب الهندي. نوال القصب الهندي حنا كنقولوا نقارض، مكتب الوسطية عبد الصمد الكنفاوي، ها هي، يجيو الدراري الوليدات يقراو، الدنيا كي مخطرة، يا ريتها تبقى مخطرة حتى للصيف، متنساوشي الله يحفظكم، دخلوا عندي الصفحة ديال الفيسبوك لاراتشي اوي العريش اليوم. عندنا استيلاغاش راه حرموني من الفيديوهات باش نحط الفيديوهات وريلزات وسطوريات، تمنعوا عليا هادي شهر وزيادة، لذلك وليت كنحطهم في هاد الصفحة الجديدة، غتجبروا الرابط أسفل الفيديو. شكرا لكم، اكتفينا في استيلاغاش فيسبوك غير بالصور والتعليق وصافي، ما الفيديوهات تحرمنا منهم، اللي كانوا كيتشافوا تما مزيان، ولكن ما عرفتش من ذنب ارتكبت انا، باش فين ما كتسالي 6 ايام كيزيدوني 6 ايام، مع انني فليتها فليان. المهم الا ما بغاوهاش الله يعاونهم، الله يعاونها. المهم عندي الصفحه الاخرى عريش اليوم، مرحبا بكم، اللي دخلها يكتب لي رسالة نعرفو راه دخل. شكرا احبابي، ودعكم من مسجد انس بن مالك بالحي الجديد، هذا المسجد العظيم الذي انطلقت الصلاة به مؤخرا، الله يكمل بخير، الله يسهل ما صعب عليكم شيء، الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تحياتي للاحباب في كل مكان.